مقاطعة سبة عملة سيدي عثمان. كيعاود أن جا واحد الثرعة كبيرة دخل في الحيط، ريب على الحيط كله، ريب الدالة ديال الدار كلها. وكنجي كنا كنطلع على الدري كنلقى طايح عليهم الردم كامل، طايح عليهم حجر اللي كنجبد فيهم. واحد كل واحد من واحد معت من راسه، واحد من رسلي كسفوه، واحد المراه مسكينه الوالده مسكينه هي مها معت من ظهرها. حنا ناعسين ما علينا، ما بيناتها كنسمعوا في الطوبيس دخل فينا. مشيت نقلب على الدار لقيتهم مخشين تحت الحجر، جبتهم مراد. دابا راه ولادي في السبيطار ما عرفتش بيهم، ما عرفت لي مهرس ما عرفت واش واقع عليهم. ساكنه دوار سيدي احمد بن الحسن سابقا حي النصر حاليا اصطفقت فجرا على هول الاصطدام القوي للحافله التي يرجح ان مكابحها تعطلت في حادثه ليست الاولى بحسب الساكنه. حنا كنا ناعسين شويه على غفله، حنا نسمعوا التفرشي خشبي يقع علينا حجر. انا توعت في كتفي خويا ضرب في راسو، اختي توعت حتى هي في رجليها، وانا شويه جداتي وقع عليا، وجداتي حتى هي ضربت في راسها. هذه هي العاشره في الخطره تقريبا اللي كيدير لنا طوبيس بحال ما هكا، كيقول لك انا كنكون جاي هابط كيهرب لي الفرن كيدخل هنايا. الاسره المتضرره تحتفظ بحقها في المطالبه بكل التعويضات التي يخولها لها القانون من شركه النقل العمومي. للاشاره دوار سيدي احمد بن الحسن سابقا يعود تاريخه الى حوالي 30 سنه خلت، وتقطن حوالي 1000 عائله.